شوف نحكي لك كيفاش ديما كيفاش نحكي لك من الاول كيفاش اقتنع بيبي الصوب، كيفاش ركب، كيفاش جيت. هكذا اها فوالا فوالا اكزاكتومون. المهم كنت في البلاد كاره حياتي مقلا ما كاش، ديسيديت قلت والله غير نروح لاوروبا هذه اللي هم يقولون عليها تقم لا سيتياسيون تاعك وكاع. المهم ايا خويا خدمت شويه هكايا لايمت دراهم لايمت انسون، حبيت نركب في الديبي تاع الصيف ما صدقتش، السيد حاب يخبطنا في دراهم وكاع. المهم صرا واش صرا وريكيبيرينا صوالحنا والحمد لله ما داناش دراهم وكاع، تفاهمنا ولاد حومه كنا واقيلا في 10 ولا، كنا يا ولدي علاش ما نافيكوش كاش واحد يدينا ونشرو ماتريال ونقلعو. كيف كان الحاج الموتور شرينا فلوكة وتكلنا على الله، خرجنا من بومرداس من بودواو من الحومة، خرجنا جوية 7 تاع الصباح ليلة المولود تاع 2020 لو برومي نوفمبر 2020. قلعنا شريكي شحال درنا وقيلة 25 ساعة ولا، وصلنا 25 ساعة وسهلة هي نورمال البحر يعني ماشي واعر خوتي. الحمد لله أيوة وصلنا وين كي قريب من وصول بالما خرجوا لينا لا مارين. شحال كيف بصح شحال كيفاش ديسيديتو تخرجوا شحال كنتو من واحد صوتيت كاع انت لحق البالما ديريكت؟ شوف حنا كنا حنخرجوا كنا حنخرجوا في 11 راك فاهم، كنا حنخرجوا سرقونا الفلوكة ولا مارين داونا الموتور راك فاهم. واش من جهة شحال كنتو من واحد اللي دي طاي باش نديرو كسرة تاع السويعة ليه الجهة انا جيت بدواو يا اخو بدواو البحري شحال كنتو من واحد اللي دي طاي باش نديرو كسرة تاع السويعة ليه الجهة انا جيت بدواو يا اخو بدواو البحري انا نكسقسيك وانت تجاوب انا نعرف. شوف المهم ساعة ماكش حاس قامنا الماتريال سقامنا واحد 150 صح 150 كاين اللي حط 10 كاين اللي حط 15 كاين اللي ما حطش كاين اللي حط 20 كل واحد شحال حط صح سما بالنية الصافية. وكي سرقونا الفلوكة على سرقوها لكم ولا كيف حتى نسرقوها لكم شكون بياكم؟ كنا احنا نخرجوا احنا كنا احنا نخرجوا مديسيدين نخرجوا في النهار هذاك. كي جبنا الموتور في الطريق كي وصلنا القرصو طاحوا علينا لامارين داونا الموتور هكذا. والفلوكة كانت في البحر كانت في الباطوار اللي تعرف بلاصة اسمها الباطوار في برج البحري، سرقوا لنا واحد العباد وخرجوا بها، وهذوك الناس اللي خرجوا من برج البحري في النهار هذاك هذيك الفلوكة تقلبت بهم ماتوا ما ماتوش ما بعدوش بزاف لامارين هما قلبوهم. مهم حنا واش درنا سلطان شغل زهر وصلت ولا مازالك ما تهضرش ما تهضرش مازالني في البحر كبر فيا ما كامل يا مر فيا انا كفر كمل فهمت سلطان بشويه معرفه هذاك اللي كان مكتوب عليه الموتور اللي كنا كاتبين ولا اسمه دار قوالب هكذا باللي ما كناش راح نحربوا به وهكا، وكانت عنده معرفه ولا ما عنباليش عيطوا لنا قالوا لنا يا ودي عاودنا ريكيبيرينا الموتور فاهم. ايا كي تريكيبير الموتور هذاك اللي كيجي انا خرجنا بسببه اللي داو لنا الموتور فاهم، هو اللي دار لنا شغل المشكل اللي فيها. ايا اخويا ما زدناش حل الفلوكات قلبت تما، حنا كانوا خاصينا دو بيرسون باش يزيدو يحطو دراهم ويشرو فلوكة جديدة. كيما كان الحال زدنا نافيكونا جوج عباد، واحد حط 20 واحد حط 25، 45 مليون تقدر تشري فلوكة 5 متر فا هاديك تاع لاريزين يعني تقدر تشريها جديدة ب 45 مليون. ما فهمتش علاش تحطو الفلوكة بعيدة عليكم ونسكنو وين راح تحطها الفلوكة يا خو؟ لازم تحطها في الماء الفلوكة، ما وين تحطها؟ دور نتاع برج البحري شكون اللي قال لهم باللي تاعكم هذا؟ او سرقوها وما كانوا خارجين سرقوها، خلينا فلوكة الاولى الفلوكة الدوزيام حبينا نشرو وحده لا ميزون بجايه وين يخدموهم. ما قدرناش نشريو ما قدرناش وكنا مزروبين وكاع
هذا اللي كان كاتب الموتور على اسمه شاف معرفه في دلس شاف هكا معارف وكذا من دبر فلوكا استدعى خرجوها جاب جاو جاو بها من الاخر من دلس وجاو تك 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 لحقوا بدو بحري قرصو آيات مونتينا ورحنا كي وصلنا اسبانيا عرفنا بلي ديك الفلوكه مسروقه تاع واحد السيد صياد سرقوها له باعوها لنا ومضروبه ثاني في لافو مضروبه عاود نبداو تسمى ربي قلت لك هاي الحكايه كيف صرات هاي وصلنا كانت باغي تنا شحال دينا نشوفوا في هذيك المناره تاع بالما تاع الجزيره هذيك بالما دي مايوركا بدينا نشوفوا في المناره دينا معنا سينيال فسخنا هذاك السينيال مورا واحد نص ساعه لحقنا ركبونا خلاو الفلاك تاعنا تما بيسكو ميري كيبيريهم الفلاك هذوك يدوهم عندهم داونا لواحد السونتر هاك ماشي سونتر داوناك شغل كيما يقولوا وين يديروا لك لي زومبرانت اسمك لقبك كيفاش جيت وقتاش جيت وكاع وكنا في مومو تاع كورونا راك فاهم داروا لنا طريق لقيتوها مليحه لاباس هانيه لا لا الطريق شريكي كالما الحاجه برك اللي خوفتنا الموتور نوايا لنا ثلاث مرات راك فاهم شغل حبس بينا ثلاث مرات علاش نوايا قلت حنا الموتور اللي شريناه حنا رودينا شرينا لاميز وجديد وهذاك القيد سلطان هذاك القيد اللي كنا حنا خرجوا معاه المره الاولى وصاينا مشاكل باش تعرف ربي سبحانه هذاك القيد دي سبارا خرج مول انا بسمانه مسكين مازال شبر حتى دوك القيد اللي كان حيخرجنا مع الاول باش تشوف الله عز وجل كيما يكتب لك شي حاجه شريكي والله غير الطير تجنح ما المهم عمرو اسماوات لنا كذا منا داروا لنا لي تيست تاع كورونا هكا 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 ايا لقاو حنا في الفلوكه تاعنا لقاو واحد زعما فيه كورونا داو السبيطار فالمهم حنا وصلنا في واحد 200 ولا 300 في النهار هذاك تما الفلاك اللي خرجوا كاع من بومرداس لبالما كنا في واحد 300 بيرسون في هذيك الكالمه بقينا نستناو وخايفين حنا كنا خايفين يرجعونا ولا يدونا للسونتر ولا وكاين اللي حكموهم فاهم داوهم السونتر مغلوق هذاك جابوا لنا واحد الترجمان مروكيه تما في بالما قالت لنا دوك تشارعوا والجوج هو اللي ديسيدي قالت لنا انا ما على بالوش موراها بيومين ولا ثلاث ايام هكا جاو لينا في الليل جابوا لنا الوراق تاعنا كل واحد واسمو وفيهم لاسينياتو الكاشي وكاع قالت لنا غدوه ان شاء الله يدوكم غدوه من داك داونا لوتيل فاهم نفوتوا الحجر الصحي اوتيل هذاك تاع بالما يا سلطان تاع لي جوار على بالك يا ولدي وصراحة نقول لك واحد جا معايا قال لي تشوف هذو الديزو اللي حريحهم هنا قال لي شغل دراهم اللي جينا بهم قال لي شغل راح نصرفهم هنا في الاوتيل ماكل شارب جوست برك نحاولنا الدخان راك فاهم الشمه نورمال الدخان نحاولنا ما تقدرش تكيف ريحنا 10 ايام هيا كي خلصت هذيك ال 10 ايام كيف جاو عندنا كل واحد رفدوه من الشومبرا هبطونا لتحت ركبونا في فورغوات داونا للبور تاع بالما من البور ركبونا في البابور من البابور لفالونسيا ديري ديمارينا جوية الساعة تاع الصباح ولا العشرة هكاك وصلنا لفالونس في الليل يعني مشينا واحد سبع سوايع ولا على بالك شوفي بالكم من بالكم راكم عاطين البلاد لا لا على بالنا بلا حد على بالك سلطان شت بالما ديما وركي هذه تقريبا المسافة اللي كاين بين بالما وإسبانيا وبالما والجزائر تقريبا كيف شغل هاد الجزائر بالما وإيبيزا شغل جايين في وسط البحر ياك وحنا كنا نقولوا من الوسط هادو هما اللي يساعدونا حنا ما نقدروش نوصلوا إسبانيا ولا المهم أيا ركبنا صاحبي لحقنا البالونس هبطونا من البور خرجونا واش قالوا لنا قالوا لنا ريحو هنايا ما تبوجيوش انا وزوج صحابي كيف شغل بقينا موسوسين تاع يدونا يرجعونا للبلاد وكاع رحنا وحدنا عيطنا لواحد جا عندنا وصحابي الاخرين كي ريحو تما جات كار رفدتهم
كاين اداوهم، كاين اللي عطاو لهم ديار تما في فالونس، وكاين اللي عطاو لهم برشلونه. الاخر فيهم سكن، كاين اللي سكن في 6 شهور في هذيك الدار، كاين اللي سكن عام. شغل المومو تاع كورونا كانوا يمدوا لهم وين يسكنوا، فاهم؟ وحنا رحنا عند السيد هذاك الخربه لي الكومبلي وحدانا مشوي لي الكومبلي باش وصلنا. بعدا كي وصلنا لقينا خربه يا ودي، سكوت برك. تما اللي بديت نعرف الغربه انا، تما اللي عرفت باللي يا ودي هذه كاع ماشي كيما كانوا يحكوا لنا. والشابه كاع سلطان وشنو نهار دوز ديال نوضنا هكذا الصباح كذا منا، قالنا نروحوا نحوسوا، خرجنا رانا ندوروا هكا. كنا في 4، انا وزوج صحابي اللي معايا والسيد اللي كنا عنده، انا وصاحبي الجدد. شغل تلفنا مع هذو الزوج في المترو هكا، هما هبطوا الطابلو اللي قبلنا وحنا هبطنا موراهم، ومن بعد ما لقيناش لقيناهم حنايا. كي راك تعرف كي مبعرين، بقينا ندورو نهار كومبلي. رحنا شينا لابيس، شرينا المأكولات، راك تعرف دورنا 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 دورنا. كي لحقت الليل رحنا للحومه هذيك، ما لقيناش الدار يا سلطان، والتليفون بدا يطفى. قلب 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 والو. هيا في الليل هكا جوات تاع الليل ولا، قلت له هذه هي الباطيمه، قال لي صح هذه هي. طلعنا على هذيك الباطيمه فاهم، وهذه بلاصه اسمها تورانتي، تورانتي ولا توغانتي ولا المهم هذيك بلاصه برا ما يهضرش بالغا. اسمها تورانتي يا اخو. لو كان جيت تعرف فالونس، باش ما عرفش فالونس صح الاسم ما نعرفوش، كيما قلت المهم هذه تورانتي هذه هي بلاصه معروفه بالجيطان والمغاربه وتوعنا. هاو قال لك تورانتي تورانتي، والمهم معروفة غير بالجيطان وهذوك يغرسوا الزطلة في الديار، يديروا كلش. هاي احنا جباطنا طلعنا في الباطنة هذيك، لحقنا حتى الايطاج الاخر، عرفنا باللي ماشي هذيك هي الباطيمة، بس كنا شايفين على الباب تاع الدخلة اللي دخلنا فيها. احنا غير كنا هابطين سلطان، عندي دار فيها الله يبارك كريم، احنا غير كنا هابطين. المرأة يا اخو طلقت علينا الكلب تاعها، ما هضرت معايا بالك كيفاش مقلعين، اقسم بالله يا اخو هادشي فيها هذا الحنين. او حبيبنا الغار شي ضروات طلقت الكلب ديالك يا ولدي، خليني نكمل لك. غير عطت ما انا مقلع الدين وصاحبي مقلع بالك. وبعد نشفى لها بطاكه في واحد الواد هكا في الاخر، خرجت كاع من القدر ودخلت في التراب، وهي من فوق تقول لي لا بوليس ولا وانا نقول لها سوي ترونكيلو ترونكيلو، حرا نقول لها حراقه حراقه ترونكيلو ترونكيلو. وصاحبي هذاك زاد تلف لي، فهمت يعني؟ انا وهذاك صاحبي اللي كنا تالفين زدنا تبحرنا على بعضنا. دور 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 دور، كنت نمشي كشت واحد السيد مع صاحبته في البالكون مريحين، قلت لهم يا ولدي راني حاب نشارجي التليفون. واحد نص ساعة يا اخو، واحد نص ساعة وانا نهضر معاهم وهما يهضروا معايا باش قدروا يفهموا باللي انا راني حاب نشارجي التليفون. والكلب هذا كيفاش درتي مع صاحبك؟ ما عطاكش لاباس؟ شكون؟ صاحبك ما تعضش انت ما تعضيش يا ولدي. انا اللي تحشات لي نقول لك علاش، غير شوف غير بدينا نجرو صاحبي الدورة الأولى دار، والكلب بقى يجري مورايا انا. والله يا صاحبي ثم عرفت باللي اسمها، ثم عرفت باللي هذه اوروبا ما كنت منها زعما انا يا حنان وانا يا عاقلين وانا يا غير صح. علاش السكواطه هذه كنتوا رايحين ليها ومحروقه ولا شنو يا ودي؟ الدار حنا عبتنا دار السيد، هي ماشي هي كانت غير قدامها، ماشي ماشي بعيده شغل باطيمات كيف كيف. حنا برك كنا كتلفين في باطيمه، بتنا فيها ليله ليله واحده. طيب السكواطه هذه ولا دار صاحبكم؟ سكواطه خربه كما يقولوا. والمرأة هذه يطلق الكلب يا خو، راه مهم ولا انتردي يا خو؟ انتردي علاش كما يعرفوا انتردي يا خو؟ بالك غارسة زطلة في دارها، بالك عم بتلا تجينا تسرقوها صديفو جيطانو جواز تحجم ما يرونديوش. قدمها الخيطانو، واه خيطانو السور ماشي زعما اسبانيولية ولا هذي. ايا قلت لك يا سلطان شارجاو لي هذوك الزوج تليفون شويه. عيطت لهذاك السيد بعث لي لوكاليزاسيون تاع الدار، والتليفون كان فيه واحد ديسبورسو ماشي زعما ايفون ولا
تليفون هذا كان شابع ما وشابع ملح الباتري تاعو ولا شغل. نمشي هكا، ما كنتش نعرف مليح المابس وكاع، غير قرب نوصل للدار تفات التليفون. ندور هكا، لقيت واحد الفراش تكيت فيه، ما جانيش رقاد شريكي، ما قدرتش نرقد. العيا بزاف ما خليكش ترقد. العيا وزيد راقد برا، جرى الشوك تاع الكلب، حوايجي كاع موسخين. المهم غير مشيت هكا لقيت رومبوا، تفكرت البارح من ذاك يكون كي كان داير السيد هذيك الدار، دخلت من هذيك الزنيقه، ربي ربي سبحانه والله، جيت نمشي نقول يا ربي يا ربي يا ربي، نلقاها شفت على الطريق شفت الحد، لقيت الباطيمه طلعت بالطب تفتح لي صاحبي، وكنتو كنا قلبوا عليكم وحنا نقولوا يا خلينا يرحم بابك، نشفى كليت شويه واقيلا هكا بيتزا، كان باقي واقيلا دو طرونش بيتزا ولا، ورحت رقد. دو من ذاك نوت قلت له لهذاك السيد اللي كنا مسكواطين عنده، قلت له اسمع ما تعرفش كاس السونتر هنايا ولا؟ قال لي كلامكم. رحنا بعد السونتر السينترو كيما يقولوا، رحنا لهذاك السينترو قبلوني كذا منا، ريحت عندهم 4 ايام في فالونس ثاني، جوست برك شغل طاحت في زهري ثاني، طاح معانا واحد في السونتر مريض بالكورونا، قال لك تسمى تريحوا حجر صحي 10 ايام في السونتر باش تولوا تقدروا تخرجوا، يعني من السونتر هذاك ما تخرج. مورا بعد الكاتجور انا كنت نحكي مع لي كونتاكت تاعي وكاع، عندي واحد فاميتي تكون في ليو فاهم، قال لي جاي لبرشلون، قال لي روح لبرشلون نطلعك ليو، قال لي بعد من ليو دبر راسك، قلت له هيا فيها، قال لي وبالك جيب لي معك شي واحد. هذاك المومو عم باك وقتاش في 2020 لوفا نوفمبر 2020 كانت كورونا. المهم ايا رحت عندي هذاك عند لي ريسبونسابل هذوك، قلت علاش قبا كانت كورونا. المهم ايا رحت عندي هذاك عند لي ريسبونسابل هذوك، قلت علاش قطعت البي من فالونس. لاكار هذي تاع البيس، جا رحنا لوتيل كذا منا، دوشت روبوزيت هادو من ذاك الصباح، قلعنا جينا دخلنا قلعنا جوايا، شحال كانت جوايا 10 ولا، وصلنا في الليل تاني من برشلونة حتى ليو. وقتك كانت كورونا، وا كانت كورونا. ايا لحقت ليو الدار، سلمت على خالتي حقنا كذا منا بالهيه كذا هكا هكا. هذا من ذاك الصباح كيما كان الحال ثاني، قطع لي بي وقال لي قلع الباري. جيت الباري جا عندي ثاني واحد فاميلتي، جا عندي الكاردوليو، رحت عنده للدار. ما طولش ها؟ ما طولش هون. كيفاش ما طولش؟ خالتي وانت خالتي ما طولش عندها. ايه بوك يا واش راح نقول لك يا سلطانك فاهم؟ كمل ما ريحت ما زدت ما عندي واحد كاش ونزاح. المهم حوزاتك كنت عند هذاك صاحبي، عند فاميلتي ثاني، جا عندي الكاردوليو كان يسكن في لاكورناف، مش فلا لاكورناف في ستاجيو الى تعرفها بلاصه، كان عنده استوديو. بت معاه ثاني ليله واحده سلطان، والله غير ليله واحده ما قدرتش نزيد نكمل بات معاه، بارد شغل شتو ما داير فيها والو، ويصطار ومقوال، ما عجبنيش العقليه اللي كان يهضر معايا بها، ما ساعدتنيش وكاع. بت مع ليله غدوه من داك، عيطت لصاحبي، هذا صاحبي شغل كابر معايا في البلاد، قلت له يا ودي، قلت له راني هنا في باريس كذا، قلت له قلت لي عندك دار، قال لي ماشي ليك كي كمل الخدمه نجي نديك. كمل الخدمه جداني يا وكي لحقت هذيك الدار اللي داني لي يا صاحبي، يا سلطان خويا يا سلطان، جاي في جي في زي في 91، حاشاك نجي ندخل للطواليت نكون مزير، نجي ندخل للطواليت ما نقدرش، الطواليت هذيك مطقل صا ما كاين ني تريسيتي، تريسيتي كاين غير تقدر تشارجي وتقدر تشعل الشوفاج، الومير ما كاش والماء ما سخون كيف كيف، لازم تسخن في الكوزينه وتروح تدوش، والدوش الطاقه هذيك مكسره بالزجاج، نكسر الزجاج تاعها. وشحال كان كنا في ديسمبر، براسك في ديسمبر، وانا جاي جديد للغربه فاهم، البرد هذا ماشي موالف، وكان الشهر الاول تاعي في اوروبا فاهم، شحال ريحت معاه ثاني، ريحت معاه 4 ايام
خزرت من خزرت من خزرت من، قلت تما انا جيت لفرنسا باش نعيش انا في سكواط ما فيها والو، ونعيش هكا مغبون وصاحبي هذا ما كانش يجي بات معايا كل يومك فاهم، كان يجي غير من داك. وعلى بالو بلي هذيك الطنيبه تش فيها الناس، وصا ما كانش يجيك. اي عيطت لك تسلف لي شويه دراهم، قال لي شحال خصك؟ قلت له 80 اورو 100 اورو، قلت له شحال عندك سلف لي. قال لي ماشي مشكل، لك اللي ساكن معاه في هذيك الدار في السكواطه هذيك هو اللي عطاني واقيلا 80 اورو ولا 90 ولا الله ما شفيت. المهم انا تالموك شغل جيت من لاكار تاع ليو لكاردو ليو، هذوهم ذاك نوض الصباح رحت لكاردو ليو، قلت لهم لي ترى لي يدوا لامستردام لالمان وين جات الروح، قلت لك شغل على ربي. يا قالوا لي ماشي هنا لازم تروح لكاردينور. رحت لكاردينور شيت باكي دخان، مشيت بيه قطعت بيه البلجيكا ميدي بروكسل ميدي، حكمت تي جي في عمي البروكسل ميدي في الطريق لابوليس وين تلاقاهم يحكموني وانا عندي البيه، بصح كنت باين باللي جديد ما يفيقوا لك يفيقوا لك، يحكموا لي يقلبوا لي كاع ديك الكابا دور من خلا والحوايج كنت نقص وين نوصل للمد وين نوصل للمد. كيما هذاك صاحبي اللي لقيته في سكواطا، والله يا سلطان انا عبت لي صح انا في فرنسا وكاع، قلت له خصني سروال جين هكا، قال لي روح روح اللي خير عباك. كي رحت هذوك السراول كاع لقيتهم مقطعين يا رب كاع مكتوبين علاش تاخذي مفوت سيدي. المهم قلت لك قطعت البيل البلجيكا هاي من بلجيكا من بروكسل ميدي، خرجت خرجت برا لقيت واحد هكا واحد تاوعنا تما مريحين عند لاكار يزطلو، قلت لهم يا السلام عليكم كذا منك كم انا حاب نروح لهولندا كي دير، قلت له لا تعرف تي جي في تاع هولندا وين جاي؟ جا مسكين واحد نشفالو جا معايا ورالي، قال لي روح منا. ركبت فيه ستاسيو كيما نقولوا ستاسيو الاخر تاع بلجيكا باش تدخل لهولندا، لياج لياج براسا تسمى في لياج. المهم ستاسيو اكزاكت نسيت، لحقوا عليا الكونترول تيكي ما كاش، هبطوني خرجوني من لاكار وقالوا لي ممنوع عليك تدخل لاكار فاهم. انا تالمو شغل تالمو عندي في الراس وكاع، واش درت كانت باقيت لي 25 اورو، قلت لهم اشري بي شريت بي من النقطه الاخرى تاع بلجيكا النقطه الاولى سقام لي واقيلا 15 اورو ولا، وبهذاك البي قدرت نوصل حتى روتردام فاهم. هولندا بعد بلاد شابة هولندا اخويا اسمح لي. لي هولندا اللي طيحوك خرجوك من لاكار؟ لا شي في هولندا في بلجيكا بيسك علاش في الحو في قبل ما تدخل له كانوا كانوا الكونترول. يا غير هبط ثاني من روتردام كانت شحال 8 تاع الليل ولا 7 تاع الليل، واش ندير واش ندير واش ندير. رحت عند لا هولندا عم بالك كاين هذوك الفورقوات اللي يبيعوك شغل اللي يبيعوا الحلوى الكاطو هذوك تلقاهم بارتي في لاهولون اون فاس لاكار كان واحد، رحت ليه هكا بديت نقول له الويفي الويفي هكا نهضر، عطاني ناكل هكا هذيك هذيك مدوره هذيك كوتشو ولا السما هذيك اللي يخدموا هذيك. والله يا حبيبي يا جات واحد المراه تشري دارت لي تريديكسيو فهمتها، قلت لها انا مينور وجيت لهنا وما عنديش وين نرقد وكاع، الا تقدري ديني زعما الشرطه داتني هي وصاحبها داوني الشرطه، وهذاك البوليسي قال لها قال لها يا ولدي قال لها ما نقدر ما دوكا ما كاش، قال لها حتى غدوه ان شاء الله باش يجي. من بعد عطاوني ورقه وستيلو قالوا لي كتب فيها اسمك ولقبك، كتبت اسمي لقبي وكتبت واش من عام زايد، درت لهم باللي دي مينور راك فاهم. قالت لي هذيك المراه واش قالت لي؟ قالت لي شوف قالت لي مامي الا ما داوكش هما قالت لي انا نشوف زعما نشوف لك شومبرا في لوتيل، قالت لي ما تخافش وكاع. ومن بعد هذاك السيد البوليسي هذا قال لي استنى هنايا، استنيت شحال واحد نستنى 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 واحد ساعه ونص، وتلحق عندي واحد الباسات يا خويا سلطان باسات، جا عندي واحد لابس كوستيم سمير هكذايا القش تاعي دارو في لامار ركبني من اللور شعل الشوفاج دا عطاني الواي فاي قال لي تكيف كيف دا كتب لي في تريديكسيو قال لي هنا سيعطون قال لي زعما دوك تقرا ويعطوك النقود وكاع فاهم. عبات لهم صح مينور سلطان هذا الهايم اسمه عراقيين ليبيين فلسطينيين المصريين لك حالش تاني كاع
المهم كل جنس اللي قاعد تما اخو يديروا معك انترفيو كاع. انا كنت طايح منو راك فاهم. من بعد كي داروا معايا انترفيو فقولي جبدوا لي اسمي تاع الصح. وكي جبتوا لي اسمي تاع الصح انا كشغل بقيت حارم، بقيت نقول لهم نو انا مينور. واش قالوا لي؟ قالوا لي انت هذا دات دونيسونس اللي لقيناها تاعك هي اللي كشغل المواصفات تاعك. قالوا لي انت ماشي مينور. قلت لهم معليش. هاي داوني عند لي ماجور كذا منا استخدمهم ذاك في الطبيب يعطوك هكا واحد دو رونديفو لازم تروح ليهم الصباح. رحت لي رونديفو تاوعي وكاع وقاعد نستنى في ترونسفير. وراح الطبيب يعطوك هكا واحد دو رونديفو لازم تروح ليهم الصباح. رحت لي رونديفو تاوعي وكاع وقاعد نستنى في ترونسفير. وراح شغل كي جابوا لنا واحد الفلسطيني جا تسكن معانا في لابارتومون جاب لنا طوندوز. وانا كنت مشومر يا سلطان مقلا ما كاش. كي جاب الطوندوز بديت نحفل الناس بدا يلحق الدخان. بداو يا انتيك يا اخو بديت دعاو لي كاع. هيا مورا بعد سمانه جاني ترونسفير وين شريكي امستردام. حي عليا اطلقني مانيش قدك. ظهرت لي في امستردام يا العزيز. هيا رحت لامستردام. شوف غير توصل يعطوك لي كلي تاع الشومبرا، يعطوك الزهر الغطاء تاعك، يعطوك الصوارح تاع الدوش وكاع، ويعطوك كارت بونكر تاعك، ويعطوك كارت اللي تداوي بها تاع الطبيب، وكارت بونكر يعطوك فيها 150 كونت، ومن بعد كل سمانه يعطوك 60 اورو. فهمت سلطان؟ اوكي. ثم بدات شويه عندك وين تربي نص الصباح. نهار الاول نخرج شويه، نهار الدوزيام نخرج شويه، فاهم؟ فهمت سلطان؟ جاي فاهم ياباني وكل الناس ان شاء الله. ريحت شحال ريحت تما؟ ريحت تما واحد الشهرين دو موا تما مليحه. باكو شي حاجه اللي مليحه في هولندا، انسان كي يكون جديد تروح لتما خويا العزيز ديباني، علاش يعطوك واش تاكل واش تشرب ويعطوك وين ترقد فاهم؟ الانسان اللي ما يلقاش بها وين، انا ما لقيتش بها وين، انا في باري بشرب. ريحت تما شهرين، نافيغيت شويه دراهم، نافيغيت شويه قش، نافيغيت طوندوز، نافيغيت هكا صوالح، علاش تما تدخل تلبس وتخرج؟ اي تقدر تجيب كلش باطل تما. شوف في هولندا، في هولندا الحاجه اللي ما تقدرش تجيبها باطل عندكم شنو اخوتي؟ اللي هي ماريا مع السيجارات. المهم بصفه عامه اللي لا الصوالح اللي يتباعوا في الكوفي شوب وسكومات زطلة وقاعد تباع في حوانت، هذيك نسى تجيبها باطل. بصح شوف ماكلة حوايج ما يعسوش كاع عليهم، تاكل تشرب تلبس واحد ما يشوفك. راني نقول لك الماكلة يعني ماشي تدخل ريستور وتاكل وتخرج، نو تروح تجيب مكازا هكا يا صوالح وتخرج. ريحت تما شهرين سلطان، ومن بعد قطعوا علينا الرزق، قطعوا علينا، غلقوا علينا ماغازات كورونا، قال لك عاود جاك الكوفروف وهذاك وكاع. انا كان عندي شويه صرف وشفت باللي كنا ما كاش خدمه. ماشي سهله باش تخدم في النوار. كانوا يخدموا السواره كانوا يخدموا انوار تما، بصح ما يحبوناش خو السواره ما يحبوناش حنا الجزائريين ومغاربه وتوانسه. واحد السوري قال لي مين يبيع الحشيش جزائري، مين يبيع الصاروخ جزائري، مين بيسرق جزائري، مين يحطم جزائري، راك فاهم؟ ما يحبوناش. الخدمه بيناتهم، هما الخدمه يخدموا بيناتهم، راك فاهم سلطان؟ هايا في يوم من الايام قبل ما يخلص لي هذاك الصرف اللي كان عندي، الوجهه تاعي الى باريس ديريكت. عاود جيت لنا لباري، سوفريت سمانه وانا نسوفري. درت الجوع في لهولندا انت؟ ريحت فيها شهرين. عطاوك الكيت؟ ما عطاوليش كيت، قبل ما يعطوني كيت خرجت. اسمع ما يحوسوا عليك الكروشات شي دوك اخويا. لا يا اخو ما درت والو، عطاوني كارطة يمدوا لك واحد العظمة. جيت بها لهنا فتحت بها كونت بونك، مليحة هذيك العظمة على بالك. وقيل الهايم اللي عطاوه لك، وقيل الهايم اللي عطاوه لك كنت رحت زرت واحد فيه. درت عليه حلقة في اليوتيوب. الهايم اللي عطاه لي وين كنت انا؟ بالك ترقدوا مع السوالة زوج 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 هكا ضايعة. وانا كنت نرقد انا واحد مصري. الشومبرا اللي عطاه لي وفي الهايم الكبير هذاك اللي كان يرقد قدامي واحد مستغرمي.
كي يجيو الجزائر تولي لهم السؤال. الله يسهل عليهم. على كل حال احنا شوف، احنا كجزائريين شوف دائما عندي هذاك اللي واحد قال لهم باري غولا ما على باليش، شكون تهضر وي باري غولا باري كي الغولا، واش معناتها باري غولا هذه؟ واعره اخو واش واعره يا سهل. دبرت الدار دوك حبيت ترجعها سهله ولا واش؟ خليني نكمل لك حكايتي في باري كيفاش هذا، وصلنا مسقي